بتشوف فكرة المزج ما بين الثقافات والمزج ما بين شكل التعليم سواء في المملكة أو في مصر، وخاصة أن الباب مفتوح ما بين الطرفين على مصرين؟ طبعا لا شك في أن بدايات التعليم في المملكة العربية السعودية، طبعا في البدايات الأولى كان التعليم الغير نظامي على الكتاتيب، لكن في مرحلة أخرى بدأ التعليم النظامي. ولا شك أيضا أن الأخوة من مصر قدموا إلى المملكة العربية وكان لهم دور في التعليم في بدايات يعني بعد توحيد المملكة العربية السعودية في عصر الملك عبد العزيز، واستمرارا لذلك نجد هذا المزيج ما زال حتى الوقت الحاضر. هناك يعني تبادل في جميع مجالات التعليم سواء في الجامعات أو في المجال الطبي وغيره من المجالات أيضا. نعم. طيب قل لي يا دكتور، شعار يوم التأسيس إزاي بيرمز ل 300 سنة مرت؟ طبعا هذا الشعار صراحة عند النظر إليه فيه رموز معينة، يعني منها وجود مثلا يعني السوق التجاري، هذا الدليل على أن يعني التاريخ السابق للدولة السعودية الأولى كانت مركز تجاري في ذلك الفترة. أيضا وجود رمزيات أخرى مثلا وجود الصقر، وجود مثلا الخيل، هذه جميعها يعني تعطي إشارات ورمزيات لبداية تأسيس الدولة السعودية، وأيضا استمرارية حتى وقتنا الحاضر الزاهر في عصر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله وولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله. طيب يمكن دكتور ضيف، وإحنا بنتكلم على تحديات مشتركة، ربما السعودية كانت بتواجه الإرهاب، مصر كانت بتواجه الإرهاب، وحضرتك بتنتمي لجامعة إسلامية، والإسلام كان ربما مدخل لكثير من التيارات. إزاي إحنا بنشتغل على تغيير الثقافة أو ترسيخ للفكر الإسلامي الوسطي الصحيح لدى أجيال جديدة ممكن تتعرض للاختطاف الفكري من جانب بعض التيارات؟ طبعا والله الحمد المملكة العربية السعودية تقوم على الوسطية في الدين، لا تشدد ولا أيضا يعني انحلال، دولة الحمد لله إسلامية تقوم على الكتاب والسنة، وأيضا تقوم أيضا على التعايش السلمي والحوار بينه وبين الشعوب الأخرى. فالحمد لله يعني لا يوجد إن شاء الله من يعني جميع الفرق والأحزاب الخارجة يعني محاربة في المملكة العربية السعودية، ونحن إن شاء الله تعالى نمشي على نهج الحكومة والمملكة العربية السعودية الدولة إن شاء الله الوسطية المحبة للسلام.